راح يكونوا طنبولات، راح يكون يعني برنامج متنوع، راح نترفعوا ونرفعوا على انفسنا. اكيد جمال راح نجوزوا يعني امسيه ممتعه ان شاء الله. اكيد، وهذا هو ممتعنا اليوم، سيت اليوم طبعا سعيدون ان تكون فرصه للشباب الجزائري حتى المراهقين انهم يبدعوا. هناك فسحه طبعا تحت اشراف دائما معالي وزير الثقافه وقطاع الثقافه الذي يثبت مره اخرى انه دائما فعال في تشجيع الشباب الجزائري. البدايه دون اطاله ستكون فنيه موسيقيه مع فرقه موسيقيه ياسمين ستطربنا وتطرب حضور الكرام. دون اطاله خلوهم يكتشفوا معنا. معجب انني نلقى شباب يعني مازالوا في السن 14 15 سنه وعندهم الاتباع نتاعهم مليون ومليونين، هذا مش سهل. هذا يؤكد باللي ان هذا الجيل راهو جيل مدرك القوه اللي تحملها الـ الانترنت وعارفين، ولكن هذا السلاح يجب ان يوجه في خدمه المجتمع، في خدمه الثقافه الجزائريه، وفي الاحتكاك بالعالم ايضا لازم نكونوا على مسافه مع العالم. يوم يوسف والقائمين على بودكاست اريبيا اختاروا انه يردوا الجميل لهؤلاء الصحفيين. نجيبه السيده على كل مجهوداتها، تحيه لها. شكرا شكرا لكم. مايك سليماني. تصفيق الأمير وفرقة أورلين. واحد صفر. واسم الأغنية؟ واسم الأغنية؟ الفائز بالدورة العاشرة لمسابقة اليوتيوبرز. نجمنا باش يعطي له الهدية لفتحي بن سالم من الجلفة. ميرود بريه راسك عندي سي سينيور، عندي فور فابور، عندي اخرين ولوكو بيرو عزلمي خربت لنا. محيني انا اسبانيو في الحومة وداير حد ماريا ماريا جابك الحومة يا جابريا. الحفل السنوي هو مناسبة باش نستذكروا مسار سنة من العمل والجهد وال يعني السعي إلى تقديم المواهب الجزائرية تحديدا بصورة جديدة، بصورة مغايرة تخدم المجتمع، تخدم موهبتهم أولا. أكثر شيء نفتخر بهذه السنة أنه تمكننا من إقناع وزارة الثقافة بأنه تتبنى هذه المواهب عن طريق مشروع فيلم سينمائي، وهو حدث أول عربيا لم يحدث من قبل، وربما حتى عالميا. يعني حتى الأفلام اللي تعملت لليوتيوبرز كانت بمبادرات شخصية، ما كانتش من متبنيتها يعني وزارات بحجم وزارة الثقافة.